طبعا عندما يهل ربيع الأول في السنين الماضية أيام الدولة الكثيرية تضرب مدافع مع الفجر احتفالا بربيع الأول، ثم تقام الحفلات. الحفلات التي تقام هي في قصر بن داعم، لأنه قصر واسع يستوعب كل الجماهير. تقام الحفلات هذه ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مقر الحفلات الرسمية الضخمة. لا شك أن قصر أبو بكر بن شيخ في الدار الذي هو يسمونه قصر، والحقيقة أنه سراي ضخم، لأنه القصر هو البناية، لكن قصر بن داعر هذا ليست بناية، بناية وحديقة، وحديقة حيوانات ومزرعة ومسبح ومكتبة أيضا موجودة. فهذا القصر الضخم له دخل التاريخ من أوسع أبوابه، فأنه زاروه الشخصيات الكبيرة التي تنزل إلى سيئون. معروف أن أبو بكر بن شيخ الكاف هو يستضيف كل من يأتي إلى سيئون. حق هذا القصر يمثل نموذج معماري متميز ومرحلة من تاريخ العمارة في وادي حضرموت، وهو اختزل كثير من التعقيدات في العمارة المحلية بإضافة مواد جديدة استخدمت. كمان نحل مشكلة الارتفاع الرأسي للمبنى، فهو مبنى من دور واحد، وأيضا نحل مشكلة أمن المبنى، فهو مبنى أدواره الأرضية أو الدور الأرضي مفتوح على الحدائق ومؤمن من محيطه الخارجي على خلاف المباني التقليدية. الميزة هنا هي الربط بين الشكل الخارجي أو الشكل المستورد ومادة البناء التقليدية الحضرمية المتمثلة في الطين والتبن والأخشاب. وفي هذا المبنى بالذات ادخلت كثير من المواد الأخرى، مواد البناء الأخرى والتصاميم والتشكيلات والزخارف الجديدة في الوادي، كاستخدام الأسمنت، فاستخدمت الأعمدة الأسمنتية والجسور الإسمنتية أيضا لأول مرة، وهي بداية استمرت إلى اليوم. عندما يقام مؤتمر نواب وقوام الدولتين الكثيرية والقياطية في سيئون هنا، فأنه يقام فيها هذا السراي، سراي بن داعر الضخم. يقام هذا النواب، الغرض من هذا القوام هو التفاهم ما بين النواب القوام في بعض مشاكل إدارية تحصل عندهم. الزعيم أبو بكر بن شيخ الكاف مهتم بتقدم حضرموت ومهتم بتوحيدها، سعى لتوحيد الوحدة، لدرجة أنه جلب من ماليزيا شخص خاص في الاتحادات الفيدريشن. ما هو الفيدريشن وما هو الكونفدريشن وما هو الوحدة إلى هذا الحد. الحبيب مصطفى المحضار لما جاء لزيارة هود من القويرس في شهر رجب 1371 1952 ميلادية، طبعا استضافه السيد أبو بكر بن شيخ الكاف في هذا القصر، ومن الذين زاروا أيضا العلامة الكبير سالم بن أحمد بن جندان من إندونيسيا، وعلي بن عبد الرحمن الحبشي أيضا من إندونيسيا، وجمال الليل من ماليزيا ومن سنغافورة،
وغيرهم وغيرهم. عندما اشتدت وطأة الحرب العالمية الثانية تشكلت لجنة الإغاثة، طبعاً كان فيها من الضباط الإنجليز، وجاءوا ضباط من عدن مصطفى ربحة وغيره وغيره، وضباط من الأردن أيضاً، كلهم هذا في لجنة الإغاثة، وساكنوا أيضاً في بندعر، وكنت أنا عضو في لجنة الإغاثة، أنا وثقاف ابن أبو بكر بن شيخ الكاف، وعندنا وثائق عن هذه الأيام، أيام المجاعة، أيام السوداء نسميها، لا عادها الله، وكيف أن هذا القصر له دور. وجاءت الطائرات البريطانية تلقي الحبوب من الجو من أجل الإغاثة والمجاعة، ثم تخزن الحبوب تأتي تنبها إلى هذا القصر. أنا أذكر أول من زار بن داعر هو البروفيسور آر بي سارجنت المستشرق البريطاني المعروف وكتب عنه. ثم زارته أيضا فريا ستارك في كتابها وينتر إن إيريبيا، شتاء في بلاد العرب. ثم زارته دورين إنجرامز أيضا وكتبت A Time in Arabia، منهم المستشرق الهولندي فندر بورين الذي كتب حضرموت، ومنهم أيضا المستر إنجرامز نفسه الذي كتب إيريبيا إن أيزليس. الزعيم أبو بكر بن شيخ كاف لما باع هذا البيت باعه بسعر رمزي بسيط، لو أن ثمن الواقع المعاش أكثر من هذا بكثير، ولكن لأن أبو بكر بن شيخ له بعد نظر رأى أن هذا بالثمن الرمزي لكنه بيبقى هذا القصر بعده، ما بيهدم كما قصر أبو غالب. فعلا تبنته الحكومة، والآن قصر شامخ معمور بدار المعلم، وتحققت أمالي أبو بكر بن شيخ الكاف الزعيم. أعطى مساحة كبيرة لممارسة الدراسة والنشاطات العامة للطلاب، فدراسة في الصباح مكتملة، وفي العصر يمارس الطلاب النشاطات المختلفة سواء كانت رياضية أو أدبية أو ثقافية، وأيضا نشاط الجمعيات المختلفة المشكلة داخل المدرسة. وفي المساء أيضا الطلاب يعودوا إلى المدرسة لممارسة المذاكرة داخل المبنى، وفي المذاكرة يكون المدرسين موجودين. حوض السباحة مثلا هذا نشاط من نشاط المدرسة، في زراعة أيضا، في ساحة في المدرسة يمارسوا الزراعة أيضا، يمارسون التصوير الفوتوغرافي، في استوديو قائم لهذا الغرض، أيضا في دكان تعاوني كان موجود، ومن ضمنها أيضا محكمة العدل. فمحكمة العدل هذه أصلا تشكل من الطلاب، ففيها الرئيس وفيها السكرتير وفيها أمين المال. فمحكمة العدل هذه فريدة في نوعها كانت في المدرسة، وتحل قضايا الطلاب، فأي طالبين بينهم مشكلة أو أي شيء من هذا القبيل فيحتكمون لمحكمة العدل. النادي هذا يجري عملية تنفيذ عدد من الأنشطة والمناشط لغرض رفع مكانة المعلم، لغرض تطوير المعلم في أداه التعليمي، رفع مهاراته، رفع قدراته، اكتشاف أيضا المبدعين من المعلمين في كل المجالات. نادي المعلم لا يقتصر نشاطه على نشر الثقافة في أوساط المعلم فقط،
وإنما أيضا هناك كثير من الفعاليات ينظمها النادي تشمل الجانب الصحي، تشمل الجانب الثقافي، تشمل الجانب التعليمي، تشمل الجانب التدريبي. هذه نستفيد بوجود القاعة الكبرى في النادي لتنفيذ هذه الفعاليات لكل شرائح المجتمع بين لحظة وأخرى. لا شك أن قصر بن داعر في ماضيه كان نور إسعاف ضد المجاعة، والآن حاضره نور دار المعلم، فكان نور على نور في الماضي وفي الحاضر.